بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم على قناة مستر يوسف عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية وحل أيضا التدريبات المختلفة على المنهج بتاعك إن شاء الله في المرحلة الثانوية العامة كاملة بإذن الله. كمان شباب معانا على نفس القناة بتاعتنا، قناة مستر يوسف عزت، الصف الثالث الإعدادي. أما بالنسبة لطلبتنا وأولادنا في المرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني الإعدادي، فإحنا عندنا قناة تانية اسمها قناة إنجليزي ابتدائي أند إعدادي. إن شاء الله النهاردة شباب لقاءنا مع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مستمرين مع كتاب جيم عام 2023. الوحدة التاسعة النهاردة إن شاء الله على بركة الله هنبدأها مع الدرس الأول والثاني منها، وهنشتغل على تدريبات الفوكابلري تحديدا، بقول لك براكتس ممارسة فوكابلري إكسرسايز، تدريبات الفوكابلري. عندي مجموعة أهداف بيحاول إن هو يحققها معاك جيم من خلال المنهج، وهي remembering تذكر، understanding فهم، applying تطبيق، analyzing تحليل، evaluating تقييم، creating إبداع. والعنوان قدامي بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله، كيف فوكابلري مفردات مفتاحية، مفردات الريدنج، الليسننج، الورك بوك بالفوكابلري، وكمان الفوكابلري نوتس معانا إن شاء الله. البداية عندنا موجودة عندك على صفحة 116، بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله، ونبدأ أول جملة بقول لك فيها دكتور زويل was awarded the Nobel Prize for his. دكتور زويل منح جائزة نوبل for his ايه؟ يا ترى جاب لك for his كذا in chemistry، في الكيمياء and medicine ومجال الطب. طيب for his ايه بقى؟ affection بمعنى عاطفة، ولا contribution بمعنى إسهام، ولا preference بمعنى تفضيل، ولا priority بمعنى أولوية. دكتور زويل منح هذه الجائزة اللي هي جائزة نوبل في الكيمياء، منحها لإسهاماته في مجال الكيمياء تحديدا ومجال الطب. اتنين بيقول لك فيها some kinds of jobs، بعض انواع الوظائف don't require much training، لا تتطلب المزيد من التدريب. ليه يا عمي؟ because they are based on، لانها قائمه على او تعتمد على ايه الحاجه اللي في اخرها سنس؟ يا ترى common sense اللي بيقولوا عليها حسن الادراك، ولا strange بمعنى غريب، ولا bad بمعنى سيء، ولا odd عندك حاجه اسمها odd one او بمعنى كلمه مختلفه؟ طبعا common sense اجابتنا في اتنين. ثلاثة بتقول it's very hard to change، من الصعب جدا انك انت تغير ايه and start a new career، وتبدأ عمل جديد او حياة مهنية جديدة at the age of 50 في سن الخمسين. طيب instruction معناها بمعنى تعليمات او تنبيهات، collection المعنى الحرفي ليها مجموعة من، زي مجموعة قصص أدبية، مجموعة روايات وما إلى ذلك، مجموعة قصائد يعني، قول كتير. direction معنى الحرفي ليها اتجاه، و perfection بمعنى اتمام الشيء او اكتماله او تمامه. طيب عندك حاجه اسمها change direction، change direction معناها تغير اتجاهك. طب يعني ايه اغير اتجاهي مستر؟ اغير اتجاهي معناها اغير الوظيفه اللي انا كنت عليها وانتقل الى عمل جديد او وظيفه جديده. نحرك الشاشه الشباب عشان نخلي الجمله رقم اربعه هي عنواننا، وبيقول لك فيها the former factory worker، العامل السابق في المصنع، يعني ده كان شغال في المصنع قبل كده الراجل ده. has ايه بقى himself؟ نفسه as a respectable office clerk، كموظف مكتبي محترم او جدير بالاحترام. طب الراجل ده عمل ايه؟ يا ترى innovated بمعنى ابتكر، ولا proclaimed بمعنى اعلن، ولا reclaimed بمعنى استصلحها، ولا reinvented اعاد اكتشاف نفسه. الراجل ده كان موظف، كان ايه؟ عامل في مصنع، فعمل بقى ايه بقى؟ reinventing لنفسه واعاد اكتشاف نفسه من جديد، او اعاد تدوير نفسه، اعاد زي ما نقول ايه اكتشاف نفسه من جديد، وبقى موظف مكتبي محترم. خمسه اقول لك فيها مستر سامي هاز ا جود وركينج ايه، الاستاذ سامي عندي ايه جيد في مجال العمل؟ جاي فراغ اوف اكاونتنج في الحسابات، سو هي واز امبلويد، ولذلك تم توظيفه باي بيج كومباني بواسطه شركه كبيره. طب ايه بقى؟ انتنشن نيه، ابلكيشن تطبيق، ولا نولج معرفه، ولا بيرفكشن تمام الشيء باكتماله؟ عندي وركينج نولج، عندي معرفه جيدة جدا في مجال العمل. الجملة ستة بيقول لك فيها the poor boy's trousers have been ripped. الترجمة مكتوبة قدامك بالعربي، يقول لك البنطلون يعني بتاع الولد الفقير تمزق، اتقطع on the knee على الركبة. So his mother، ولذلك والده، هات وهات معناها حتى معناها انها تعمل ايه بقى؟ باتش. باتش معناها رقعة، يعني رجعته له كده باللهجة المصرية، يعمل رقعة، يضيف له قطعة قماش عشان ايه؟ يداري القطع اللي فيه on the knee. طيب انستول شباب بيستخدمها مع الاجهزه، تثبت جهاز وتعده للاستخدام. كلمه فيتش بمعنى يحضر، تمام. عندي ديتكت، ديتكت بمعنى يتحرى، ولذلك التحري بنسميه ديتكتيف اللي هو المخبر يعني.
وعندي كلمة سوب معنى يخيط، آه هي دي. الأم تحتم عليها إن هي تخيط له قطعة قماشة علشان تقوم برقع البنطلون إيه اللي تقطع على الركبة. نروح الجملة السابعة، بقول لك فيها سابعة ولا فيها أن ماله بقى is a person كذا، هو عبارة عن شخص who makes money by starting or running business كذا، هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن الشخص اللي بيصنع المال، بيكون فلوس، يعني بيعمل فلوس من خلال انه بيبدأ بيزنس، ماشي؟ especially when this involves taking financial risks، وده خصوصا لما بيكون في مخاطر ايه، مخاطر اقتصادية او مالية زي ما بيقول. ده مين؟ ده مين الشخص اللي هو بيكون ثروة من خلال انه بيبدأ بيزنس لحاله زي ما بيقولوا، وهنا في مخاطرة. يا ترى ده اللي بيقولوا عليه entrepreneur اللي هو الرائد في مجال الاعمال والحاجات دي، ولا اكسبلورر المستكشف، ولا بروكليمر ماشي، ولا الدايركتور؟ لا، اللي بيعمل في مجال البيزنس والاعمال والدنيا دي بيسموه انتربرينور اللي هو الرائد في مجال الاعمال. اجابه صحيحه في جمله رقم 7. طب نقول لك يا young woman left her job to pursue her lifelong، بيقول لك السيده الشابه سابت الوظيفه بتاعتها علشان تسلك او تواصل ايه بقى اللي هو له علاقه بحياتها، for painting في الرسم، and became a successful artist واصبحت فنانه ناجحه. طيب يا ترى fiction اللي هو الخيال، passion العاطفه ماشي، ولا perfection بمعنى تمام واكتمال، و detention ماشي، detention معنى الحرف ليها احتجز اعتقل كده يعني. طيب انت عندك حاجه شباب اسمها her life long passion، لايف لونج باشون اللي هي الحاجة اللي بتحبها طول عمرها، أو إيه، أو الحاجة الحقيقية اللي بتحبها في حياتها اللي هي موضوع الرسم. 9 بيقول لك فيها I really admire people who can turn a negative situation into a كذا. أنا حقيقة معجب بالناس اللي تقدر تحول المواقف السلبية إلى إيه؟ إلى إيجابية طبعا أكيد. طيب نشوف الاختيارات بقى، defective دي معناها ناقص أو معيب، detective معناها التحري، التحري اللي هو الشخص اللي بيجمع تحريات يا شباب. وعندي تيربل بمعنى فظيع، وبوزيتيف بمعنى ايجابي. انا هاخد بوزيتيف بمعنى ايجابي لان هي اللي تناسب الجمله، يبقى انا اقول ايه فيها؟ اقول ان انا حقيقه معجب بالناس اللي تقدر تحول مواقف سلبيه الى مواقف ايجابيه. عشان بقول فيها applicants of the job، الناس المترشحه للوظيفه should have training، لازم يكون عندها training معناها تدريب، and experience خبره ان الكترونكس في مجال الالكترونيات. عندها ايه بقى؟ عندها براكتيكال عملي، فاليوليس لا قيمه له، هوريبل فظيع، تيربل برضه فظيع زيها. هنقول براكتيكال، لازم يكون عندهم تريننج اند براكتيكال اكسبيرينس، عندهم خبره تدريبيه وكمان تطبيقيه في مجال العمل، او خبره عمليه يعني. تورست اوثورتيز، السلطات اللي لها علاقه بالسياحه، are trying to exploit، بتحاول تستغل our full معناها كامل. ايه الكامل اللي هتستغله؟ as a tourist destination كمنطقة أو منطقة جذب سياحي، طبعا بيقصد بيها مصر طبعا. طيب يبقى هنا يبقى عايز desire بمعنى رغبة، ولا potential بمعنى إمكانات، ولا demerit بمعنى عيوب، ولا disadvantage برضو معناها عيوب. لا، احنا عايزين نستغل ال potentials الموجودة عندنا. في نشبر فيها new employees، موظفين جدد، are taught the proper safety، بيتم تعليمهم ل سيفتي هنا بمعنى امان، وبروبر بمعنى مناسب او لائم، ان ذا بيلدينج في المبنى. تاكتكس اللي هي التكتيكات والحاجات دي، ريزلتس نتائج، بروسيجرز اجراءات، وعندي بعد كده رولز بمعنى ادوار، اللي هم بيتعلموا حاجه اسمها سيفتي بروسيجرز، اجراءات الامان. تطرش بقول لك فيها اي بقى فراغ، ليندينج هيم اقراضه ذا ماني المال، he never paid it back، يا عم ما دفعش. طيب I expect انا اتوقع، ولا regret يندم، ولا prospect بمعنى ينقب عن الذهب والحاجات دي زي كده، ولا admire بمعنى يعجب. لا، هو طبعا بما انه ده ما بيرجعش الفلوس يبقى انت كده تندم انك انت تدي له. هرش بقول فيها the discovery of oil has، استكشاف بتاع ده، اكتشاف زيت البترول، has ايه؟ in the development of industry في تطوير الصناعة. عمل ايه ده؟ split and shutter، divided قسمة، shared بمعنى شاركة، وعندي detected جاي من detective والحاجات دي اللي احنا كنا لسه قايلينها من شوية، بمعنى يستبين شيء او يضبطه او يبحث فيه معلومات عنه. اكتشاف زيت البترول شباب shared in، كان له دور او شاركة في عملية تطوير الصناعة.
فاصبر لك، في هذا كراود جاذر ذا راوند، الحشد اجتمع يعني الناس اتلمت بقى around the كذا of water للماء in the middle of the square في منتصف الميدان. ايه واللي له علاقه بالميه والكلام ده في وسط الميدان؟ فاونتين بمعنى نافوره، ماشين بمعنى اله، هول بمعنى ثقب، وكلازيت عندك اللي هي ووتر كلازيت اللي هي بتاعت الحمام والحاجات دي. طب انت اللي موجود في وسط الميدان وفي ميه هو الفاونتين، فاونتين بمعنى نافوره مياه. بايلو، بايلو معناها بحكم القانون او بقوه القانون او قانونا زي ما بقول. Smoking is currently prohibited. التدخين ممنوع in most of معظم ايه places اماكن such as cinemas and theaters، المسارح والايه ودور السينما. طب يبقى general معناها general معناها عام، private معناها خاص، public معناها عام، وريموت بمعنى نائي. الإجابة بتاعتنا يا شباب هي public بمعنى عام. الله يا مستر، طب انت ما انت قلت ان general معناها عام برضه. بص يا سيدي، جنرال معناها عام، المقصود بيها بقول لك ايه؟ بصفة عامة، يعني زي ما تكون مثلا بتتكلم عن موضوع ماين، والله بصفة عامة الموضوع ده كذا كذا يعني. لكن بابليك العام المقصود بيها ان يشترك فيه مجموعة من الناس، زي المواصلات العامة، الاتوبيس مثلا مش واحد بس اللي بيركبه، اكتر من شخص. الاماكن العامة مش انا وانت، مش انت بس بتقعد فيها لوحدك، خلاص؟ يبقى ده المقصود او الفرق ما بين كلمة بابليك عام وجنرال بوجه عام، خلاص. طيب برايفت اللي هي الملكيه الخاصه، وعندك ريموت بمعنى نائب وعاد عننا اساسا. 17 بقول فيها this company's products، المنتجات بتاعت الشركه ده هي are organic. organic معناها معموله من السماد، من السماد العضوي اللي هو السماد البلدي اللي هو مخلفات الحيوانات اللي بتتعمل منها سماد، تمام كده؟ مش معموله باسمده كيميائيه او كيماويه زي ما بيقولوا. as they use only natural، بيستخدموا ايه بقى؟ طبيعي. quantities معناها مقادير، consumers معناها مستهلكين، graduates معناها خريجين، و ingredients معناها مكونات. هي دي ingredients، بيستخدموا مكونات طبيعية. 18 بعد الفراغ بيقول لك is a plant that grows، كذا عبارة عن نبات بينمو in the sea في البحر، or on rocks أو على الصخور at the edge of the sea على حافة البحر برضو، اللي هو seaweed عشب البحر، ولا cucumber اللي هو الخيار، ولا كاكتس اللي هو الصبار، ولا اكاسيا اللي هو شجر الصمت او شجر الصمغ العربي. مين فيهم اللي بينمو في البحر والحاجات دي؟ سي ويد. اجابه وحيده صحيحه. سجل فيها people should be encouraged to use public، الناس يجب تشجيعها انها تستخدم ايه عام. if we want to reduce our carbon emissions، لو عايزين نقلل الانبعاثات بتاعت ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. ترانسبلانت اللي هو نقل الاعضاء وزرعها، ولا ترانسبورت اللي هو وسائل النقل والمواصلات الحاجات دي، ولا ترانسفيوجن اللي هي عمليه نقل الدم، ولا ترانسميشن عمليه ايه البث والحاجات دي، الاذاعه والكلام من ده. لا يا شباب، انت عندك حاجه اسمها بابليك ترانسبورت، النقل العام. اجابه واحده صحيحه. اقول يا شباب فيها ذا جفرمنت از انكاريجينج بيبول تو، الحكومه بتشجع الناس على انها تعمل ايه بقى؟ زي الرابش القمامه بتاعتها، تو هيلب ذا انفيرمنت، عشان ننقذ البيئة وعشان ايه نخدم البيئة. طب تعمل لها ايه بقى الزبالة؟ انها ريميك، المعنى الحرفي يعيد، يعيد تصنيع. طيب ريبليس معناها استبدل، سايكل اللي هي العجلة، تمام، وممكن تنفع يركب عجلة، وري سايكل معناها يعيد تدوير، انا هاخد ري سايكل. الله يا مستر، ليه ما خدتش ريميك؟ المصطلح اللي احنا بنستخدمه اللي يخص فكرة اعادة التصنيع هو ري سايكل وليس ريميك. خلاص، ريميك معناها حاجه اتكسرت باظت انت بتعيد تصنعها من جديد، لكن ريميك بتبقى حاجه ريسايكل، معناها حاجه استخدمت بالفعل وانت بتعيد تدويرها مره اخرى. طب نتحرك مع العنوان التالي، بيقول لك اكسبريشنز ايديومز بريبوزيشنز ديريفاتيف سينونيمز اند انتونيمز، والمصطلحات العناوين دي قلناها قبل كده، تعبيرات مصطلحات احرف جر مشتقات مترادفات ومتضادات. ونبدا بجمله 21 بيقول فيها when I saw Mr. ايمن، عندما رايت السيد ايمن، I regretted thinking badly of him، ندمت قوي على ان انا كنت باخد واخد عنه وجهه نظر سيئه. The synonym of the verb regret، ايه المرادف للفعل regret؟ rejoice يفرح ويعمل كده يعني سعاده وكده، refresh تعمل refresh لنفسك كده، ولا repent مرادف ريجريت برضه معناها يندم يعني، ولا ريبلاي رد
احنا قلنا خلاص ان repent مرادف regret، خلاص يبقى هي الاجابه. الجمهور فيها it's hard for women to combine paid، من الصعب على السيدات انها تجمع ما بين paid معناها مدفوع يعني حاجه بتاخد عليها فلوس، and care for her families والاهتمام بالعيله. ايه هو بقى اللي مدفوع بالنسبه لها؟ employee يوظف، employment وظيفه، employee موظف، employer صاحب العمل، paid employment. عشان اقول لك معنى الجمله، صعب على السيدات انها تجمع ما بين الوظيفه اللي هي بفلوس يعني وما بين العنايه بالعائله. في الجمله 23 بيقول فيها دكتور مجدي يعقوب's works، الاعمال بتاع الدكتور مجدي يعقوب هافيبا a difference to heart surgery، فارق في العمليات الجراحيه. طيب يا ترى نقول ايه؟ ايه اللي ينفع مع ديفرنس؟ اقول دون ولا ديفايسد ولا ديزايند ولا ميد؟ نقول ميد، لان انت عندك حاجه اسمها ميك ا ديفرنس بمعنى يحدث فارق او يحدث اختلاف. الجمله رقم 24 بيقول لك فيها because he had excellent qualifications، لانه عندي تاهيلات عاليه جميله ممتازه. he was successful، كان ناجح بقى كمبيوتر بروجرامر، كمبرمج كمبيوتري. نقول عليه، نقول عليه as، احنا قلنا ك ولا ان ولا at ولا for. he was successful as، كان ناجحا ك كمبيوتر بروجرامر مبرمج للحاسب الالي. حركنا الشاشه شويه عشان تبقى جمله رقم 25 هي اللي ظاهره قدامنا. بيقول لك فيها we all value our parents efforts، احنا بنقدر او بنثمن، كلمه value هنا بمعنى يقدر او يثمن، مجهودات والدينا to make us better persons، عشان يعملوا مننا بني ادمين كويسين. عايز الان تنم، هو عايز مضاد كلمه value. value احنا قلنا يقيم او يقدر، عكسها ايه؟ عكسها award، يمنح جائزه رسميه، reward يمنح جائزه غير رسميه، والاثنين معناهم برضه ينفع يكافئ، اونر معناها يشرف، وديسريسبكت لا يحترم. هي دي عكس انك انت تقيم الشيء تحترمه وتقدره، ان انت ديسريسبكت. نحرك الشاشه مش عشان نشوف الجمله اللي جايه، انا عايزك تشوف الصفحه، والحمد لله اهي بدات تظهر او ظهرت يعني ظهر كويس اهي. ونقول في 26 most newspapers and magazines are made of، معظم الجرايد والمجلات مصنوعه من ايه؟ بيبر، ورق. to save money، عشان توفر المال. cycled جاي من كلمه عجله او يركب عجله. طيب remarkable ملحوظ، recycled معاد تدويره، refused معناها رفض، هنقول recycled paper يعني ورق معاد تدويره. الجمله بعدها في 27 we all، احنا كلنا ايه بقى؟ valuable knowledge، valuable knowledge معناها معلومات ذات قيمه. at the course we attended، في المقر اللي احنا حضرناه، in the language center، في المركز بتاع ايه؟ بتاع اللغه. طيب ايه بقى؟ won ولا gained ولا beat ولا lost؟ هنقول جيند، لان هي اللي تنفع مع نولج. طب ليه ون ما نفعتش؟ ون مع الجوائز والاشياء اللي من النوع. طيب ليه بيت ما نفعتش؟ بيت معناها يهزم، لوست معناها يخسر كذا. طيب نتحرك مع جمله رقم 28 واللي بيقول لك فيها good friends are those who always encourage you to succeed، الاصدقاء الجيدين هم اللي بيدفعوا دايما للنجاح. the verb encourage، encourage معناها يشجع. عايز حاجة تسويه هنا بقى في المعنى مين؟ بوست بمعنى يحفز، ولا دي تيست يكره، ولا ديبريس يحبط، ولا امبريس بمعنى يؤثر في كذا وعندك يبهر والكلام من ده. لا، انت عندك بقى الإجابة بتاعتنا بوست بمعنى يديك تشجيع، يديك تعزيز، حاجة زي كده. 29 بدأ فراغ، ماي سربرايز، ماي سربرايز معناها اندهاش يعني. The whole family، العيلة كلها، was at my cousin's wedding، كانوا موجودين في حفل زواج ايه؟ ابن عمي ده. طيب in ولا at ولا to ولا for؟ عندك صيغة اسمها to my surprise معناها لدهشتي. 30 بيقول لك فيها said that، يقال ان the English، English هم المقصود بهم البريطانيين، have a passion for gardens، عنديهم اهتمام او محبة for gardens للجناين. The opposite of the noun passion، passion احنا قلنا ايه؟ بمعنى عاطفه ناحيه كذا، اهتمام بيه، حب ليه. عايز عكسها، هو عكسها affection عاطفه، ولا disinterest عدم اهتمام، ولا admiration اعجاب، ولا exception استثناء. عكس passion اللي هو حب الشيء وانك انت تكون عندك عاطفه ناحيته، ان يبقى انت عندك ايه بقى؟ disinterest عدم اهتمام. اجابه صحيحه. وكده يا شباب كنا انتهت تدريب الفوكابلري على الدرس الاول والثاني من الوحده 9، لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من المنهج بتاعك. ان شاء الله تظلنا في المزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.